اهلا وسهلا بكم هي في محلى راديو لايف ستار حتى للخمسة متاع العشاء. معكم يوسف البحري في التقديم، تقديم يوسف البحري، اعداد امينة ابو غنجة، وفي الاخراج عاطف بيش. كل الفريق في اي اف ام تي في، وكل الفريق على الريزو سوسيو متاعنا فيسبوك راديو اي اف ام وانستغرام راديو اي اف ام. كالعاده عندنا تغطية على المهرجانات. اليوم باش نحكيو على مهرجان مازال كي تاسس، مهرجان ليالي بوغرنين، ومن بعديك شويه زاد عندنا ضيف معنا باش يكون ضيفنا اليوم في لايف ستار، ماستر سينا، باش نحكيو على جديد والاغنيه نتاعو اللي قلب الدنيا، عامله 9 ملايين مشاهده، نحكيو عليها باكثر تفاصيل من بعد شويه. البارح انطلقت كما قلت لكم الدوره التاسيسيه لمهرجان ليالي بوغرنين كرنفال شاطئ حمام الانف، وتتواصل حتى ال 24 اوت. ضجه كبيره صايره على ريزو سوسيو، برشا عبيد قاعده تحكي بخصوص التسميه، علاش ما عادش اسمه مهرجان بوغرنين، علاش ولا اسمه ليالي بوغرنين والدوره التاسيسيه هذيا. الكل باش نفهموا التفاصيل وعلاش زاد تبدل الاسم. معنا مدير ليالي بوغرنين ايمن غالي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين. مرحبا بك سي ايمن. عايشك يا سيدي. اول سؤال بتبيعه باش نسأله لك، علاش تبدل الاسم؟ علاش من مهرجان بوغرنين ولا اسمه ليالي بوغرنين واهالي بوغرنين وحملنف والمنطقه اللي غادي الكل برشا حكيوا على ريزو سوسيو على مواقع التواصل الاجتماعي على تبديل الاسم؟ هو تقريبا تو مده 3-4 ايام التالي السؤال اللي يعترضني ديما في شوارع مدينه حمام لنف او مع الخيان مع الصحفيين، هو هل اللبس هذايا اللي معناه ان شاء الله نفهموه لجمهورنا والجمهور مسرح بوغرنين، علاش ليالي بوغرنين الصيفيه؟ ليالي بوغرنين الصيفيه مولود جديد في الضاحيه الجنوبيه، تحديدا في حمام الانف. الحقيقه انا كنت ضمن الهيئه اللي كانت تشرف على تسيير الدوره 41 من مهرجان بوغرنين الدولي، كنت بصفتي الكاتب العام لهذه الهيئه. الهيئة اعترضتها عديد الصعوبات، خاصة على مستوى الشفافية المالية والمعاملات المالية مع فنانيها وضيوف الدورة، فارتأت مع أنه يتعذر عليها المواصلة في إنجاز مهرجان بوغرنين الدولي، خاصة وأنه اعترضها معناها صعوبة كبيرة على مستوى بعث حساب جاري، حساب جاري بنكي او بريدي. فلذا تعذرنا احنا كهيئه كنا مش نشرفوا على ليالي على مهرجان بوغرنين الدولي، وارتأينا احنا كمسؤولين ثقافيين في الجهه، كمركب ثقافي على ابن عياد حملنز وتحت اشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه بنعروس، وبطبيعه الحال بالتنسيق مع السلطات الجهويه والمحليه في الضاحيه الجنوبيه، ارتأينا انه ضرورة معناها احتضان مسرح بوغرنين لأنشطة ثقافية ولسهرات فنية وثقافية، خاصة بعد الحادثة الأليمة لجبل بوغرنين. الحمد لله اني تعديت الأضرار. هذا هو معناها انا كمدير مؤسسة ثقافية في قيمة علي بن عياد وفي قيمة مدينة وأهالي حمام لنف وضيوفها، حبينا معناها واكدنا انه لازم تصير معناها برمجه ثقافيه صيفيه لاهالي حمام لنف ولاهالينا بالضاحيه الجنوبيه والكل معناها ضيوف وزوار الضاحيه الجنوبيه. فالحمد لله تمكنا من تاسيس الدوره الاولى لليالي بوغرنين الصيفيه اللي هي مكسب جديد ينضاف الى النشاط الثقافي في الجهه في حمام لنف وفي ولايه بن عروس ككل. الحقيقه معناها هذه هي سي ايمن، عندي سؤال نعقب على الاجوبه نتاعك. بالطبيعه يعني ليالي بوغرنين الصيفيه لا علاقه لها بمهرجان، لا علاقه لها، ليالي بوغرنين الصيفيه لا علاقه لها لا من قريب ولا من بعيد بمهرجان بوغرنين الدولي. مهرجان بوغرنين الدولي قائم الذات، مازال موجود يعني الدولي. مهرجان بوغرنين الدولي مازال موجود. مهرجان بوغرنين الدولي في تقديري حد ما ينجم يمسه، حد ما ينجم يشكك فيه، وحد ما ينجم يمسح تاريخ او يمحي تاريخ 40 دوره من تاريخ مهرجان بوغرنين. بالعكس المهرجان هذايا ان شاء الله ينتظر في هيئه تسييريه
علاش لا معناها من خلالكم انتوما وباسمي انا ولو يسمحوا معناتها زملائي في المركب الثقافي حمام نند والساده المسؤولين الجهويين المحليين الدعوه مفتوحه لجميع مثقفي حمام نند والضاحيه الجنوبيه باش يفكروا من اليوم في مشروع ثقافي يليق بمهرجان بوكرنين علاش لا معناها تتضافر الجهود ويكون 2023 نحكيه على ليالي بوكرنين الصيفية ومن بعد نحكيه على مهرجان بوكرنين الدولي أو العكس بالعكس معناها ليالي بوكرنين الصيفية هي مولود جديد لأهالي الضاحية الجنوبية لمسرح بوكرنين مستقل تمام الاستقلال على مهرجان بوكرنين الدولي إن شاء الله المولود هذايا بعروض الفنية وبالقيمة الفنية اللي معناها احتواه البرنامج نتاعو علاش لا يتواصل في دورات قادمة وتكون كما قلت لك بكري الضاحية الجنوبية تعيش معناها سائفة كاملة من الثقافة والعروض الفنية والعروض الموسيقية ومختلف معناها الأذواق الفنية الأخرى هذا يراو مكسب جديد مكسب جديد هكا أنا كنا فسرنا سي أيمن الأهالي بوكرنين حملم في المنطقة ذيك الكل اللي راهو حتى عالقة بليالي بوكرنين الصيفية مع مهرجان بوكرنين الدولي دونك ماهيش تغيير تسمية يعني مش الاسم تبدل فقط أما ذي حاجة أخرى جملة ماهيش نفس الحاجة بليالي صار بوكرنين الصيفية نجم نسميوها بين ذفرين هي متنفس جديد عوض مهرجان بوكرنين الدولي في تعذر إنجازه في الدورة هذه مهرجان بوكرنين الدولي نعاود نأكد أنه مستقل بذاته وبالذات الموجود وحد ما نجم يمسه يعني نجم يكون ليالي بوكرنين الصيفية هي توا مهرجان وقتي للسنة باش العبيد ما تتحرمش من الحفلات وما تتحرمش من المهرجان أنا الحقيقة معناها مش نعمل بصيغة المهنية أنه ليالي بوكرنين الصيفية تواصل في دوراتها لأنه مكسب جديد وأحنا نحبه معناه كمسؤولين ثقافيين نحبه نزيده في العروض الثقافية لا نقصه أنا كي نحكي على تظاهرة جديدة في الضاحية الجنوبية هذا مكسب جديد لمؤسساتنا والأهلها والروادها والجانب التنموي والسياحي في مدينة حمام لانس وإن شاء الله يدوم المهرجان ان شاء الله البارح كان الافتتاح لليالي بوكرنين الصيفية فما تقريبا 13 عرض هكا اللي قاعد نشوف في الافيش فما تقريبا 13 عرض اكسي برشا على المسرح حسب ما قاعد نشوف فما وجه جندوبي فما بسم الحمراوي كريم الغربي لطفي العبدلي هذوما الكل موجودين في معز تومي زادة في الافيش نشوف فيه معناتها الاختيار كان اكسي على المسرح فقط برشا بون مش فقط لانه فما موسيقى اما اكسي على المسرح برشا اختيار منكم يعني في الحقيقة هو الاختيار جاء في ظرف قياسي في مدة زمنية صغيرة برشا وما تنساوش معناها انه مدينة حمام لانس ولدها علي بن عياد ناس معناها تحب المسرح ناس تنفس مسرح ومعناها ارتأينا بالتنسيق مع مختلف متعهدي الحفلات وشركات الانتاج مشكورين على تفاعلهم وعلى استعدادهم لتأسيس ليالي بوكرنين الصيفية عن عروض مسرحية عن عروض موسيقية عن زاد العروض التنشيطية وإن شاء الله قاعدين نعدوا ونسكوا عروض سينمائية داش معناها تكون الدورة تشمل جميع الفنون تقريبا نحكي مسرح نحكي موسيقى نحكي سينما نحكي تنشيط للصغيرات ما نحرمهم جديدة من مسرح بوكرنين اللي في حلته جديدة من الجمش معناها يتعدى مرور الكرام هذه السنة وذاك علاش معناها تولدت هالدورة الجديدة ليالي بوكرنين الصيفية فما برشا عروض مجانية زيادة سي أيمن فما برشا عروض مجانية خاصة عرض سهرة ولد الهمهامة اللي هي معناها سهرة تكريمية من ولد الهمهامة دي جي دانجر مشكور بالمناسبة هذه انه يحب يكرم مدينته واهالي مدينته بعرض مجاني مش يصرف عليه كل شيء مش تكفل هو بجميع مصاريفه مشكور انه الابن يحن الامه ويرجع لها ويقدم لها اللي عنده عنا زاد عادة سيرك في الفصحى الشاطئية وبالتحديد امام ساحة الكازينو
لانه معناتها نعرف المعلم التاريخي الكازينو في مدينه حمام ننف ورمزيته لاهاليه. مانيش نحكي على بعده الثقافي وبعده السياحي والتنموي. عنا كذلك عرض الكرنفال اللي كان امس الحمد لله كان عرض ممتاز وفقرات متنوعه تفاعلت معها معناتها جميع الحاضرين. كذلك اليوم نبداو بحفل الافتتاح الرسمي اللي هو مع اوركسترا المعهد العمومي للموسيقى بصفه مجانيه، وبقيه العروض تقريبا ايضا بصفه مجانيه. كي نحكيو على سعر التذاكر روني فتوش من قديش روني فتوش حفل الموسيقى اللي روني فتوش من لبنان 10 دينارات، وجميع العروض الاخرى من 15 دينار الى 20 دينار، يعني 15 دينار مدارج و20 دينار كراسي، وعرض الزيارة ب 30 دينار، أسوام معقولة جدا في مقارنتها بأسوام التذاكر في العديد من المهرجانات الأخرى. إن شاء الله جمهورنا يلاقي حسن التنظيم والاستقبال، وهذا احنا نعدوه بهم، وإن شاء الله تعد ليالي بوغاردين الصيفية ننساو بها ليالي نتاع الحريقة والوجاعة، وننساو بها الضجة اللي صارت على مهرجان بوغارنين الدولي. راهو مهرجان بوغارنين الدولي، نعاود ناكد بصفتي انا مدير الدوره هذه هي اللي بوغارنين الصيفيه، لا علاقه لنا بمهرجان بوغارنين الدولي. وصل الميساج سي ايمن غالي مدير مهرجان ليالي بوغارنين، مشكور جدا على لي زانفورماسيون هذوما الكل. ترتيحه صغيره ضيفنا اليوم ماستر سين. الأربعة 21 دقيقة علي في محل راديو مكملين معكم لايف ستار حتى للخمسة متاع العشية. شكرا على الاستماع، طريق سلامة للناس اللي في كراهبة. سيسر ويحكم تنجموا تفرجوا فينا على اي اف ام تي في صوت وصورة عشان يوتيوب تيانا راديو اف ام، ولا تابعونا على مختلف لريزو سوسيو تيانا باج فيسبوك وانستغرام راديو اي اف ام. اليوم ضيفي في لايف ستار رابر معروف، تحبوا تسمعوا موزيكته وتشيخوا عليها موزيكته برشا، كلاندستين وخمسة وخميس، واليوم بجديد كالما ضيفي اليوم ماستر سين. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك شنحوال احلى مستمعين اي اف ام خويا، ومرسي على الانفيتاسيون، فرحان برشا اللي انا بحضركم تو. مرحبا بيك خويا، ديجا مبروك تيتر جديد 100% مغاربي، شابيلو معاك ومورو هكا المغرب والجزائر معاك في التيتر هذا، توندونس في تونس اللي نار رقم 26 حسب ما شفت تقبيله في كان تونس. في الاول وبدي تو تعدد ثلاث جمعات بريزك تو كان قديمه جديد، وطلعت الاول في المغرب بتزير. الاول في المغرب تسعة ملايين، صعيب برشا في المغرب تطلع الاول معناها تسعة ملايين مشاهده، الحمد لله راضي على الارقام على الاخر سدس في على باهين الارقام تسعة تسعة ملايين. اول مره تكون توندونس في المغرب الحقيقه، نتصور مش سهله لانه المغرب مرشي برشا كونكورنس برشا برشا عباد يهبطوا برشا عندهم هما حتى مغاربه معناها عندهم برشا ارتستوات يخدموا. جانا كيشوف ما صدقش معناها، كنت نتوقع معناها نطلع في التندونس اما مش الاول، فهمت مشي وقعد قعدت ايامات معناها باهين الحمد لله سافا باهي برشا باهي برشا. الفكره نتاع الغنيه لما مغاربيه تزير والمغرب مش اول مره تعمل فيتورينغ 100% مغاربي، معناتها ذلي ماستر سينا راهو ملك لكل كولابوراسيون براتيكومون، معناتها الاغاني الكل فيهم كولابوراسيون. كيفاش جات فكره الغنيه كالما؟ والله كالما لشكون؟ فكرة كالما كالما للناس الكل. بيانو بيانو ريفي لونتانا. كالما للناس الكل معناها حاجة قعدت بروجي فكرت خممت قلت علاش نعملش توا سيف نعمل فازا نتوشو بها المغرب الكل. شفت شنو شكون اللي ضاربين في المغرب، لقيت مورو معناها ماشي تخي بيان، وفي الجزائر بالو نلقاها ماشي زادة تخي بيان، ويعجبوني السيلات نتاعهم تحية لهم. كنت كتيتهم معناها كانوا ديسبونيبل على الاخر، عجبتهم هي هما الفكره. ولا خدمنا كل واحد سب من شيرته، وبعد تقابلنا في كان الناس كل صورنا الكليب غادي في كان في كان ديجا الكليب في كان. انا نحب نفهم علاش في كان، هو ديو مغاربي علاش ما صارش مثلا ما بين تونس الجزائر والمغرب، علاش ما حبينا نتقابلوا مش كيف الكليب كل واحد يصور. ديجا الاغنيه سجلناها ديستانس، زاد الكليب نزيد نسجلوها صوروه ديستانس تولي ايش تذكره للمغرب وللجزائر اللي يرخص من كان. لا والله مش على ارخص، خاطر كان ديجا هو شبالو ديجا كان في فرنسا ومورو في سويسرا وانا في ايطاليا معناه
جد قريبة للناس كل معناها البلاصة مش صعيبة. كي نخدموا كليب في كان ونعرفوا معناتها البذخ في كان خنقولوا هي ستاسيون بالنير في فرنسا معروفة برشا ونقولوا كان نقولوا فيستيفال دو كان واللوكس والكل قديش يتكلف تقريبا كليب غاديك من برودكسيون من كل شيء حتى انا راه ما تحسبش كالارتيستواتك جوني جوني المانجرات نتاعهم وجوني صحابهم معناها جوني بريس 15 بيرسون معناها بيتهم تصور مش بالطبيعة ما ديما معناها كي تبدا بروجي نتاعك لازم انت تتكلف بكل شيء قداش يتكلف ابو بري باش تعمل اغنيه هكي معناتها حط من 20000 يورو القدا الفوق كلمه تكلفت من 20000 يورو البرشا بياتيت دافيون اوتيل وماكله وشراب فازيت فنت تصرف يعني على الكليبات مصروف 20000 يورو تصرف تلقى تصرف تلقى تصرف كيفاش تلقى لانه لي ريفوني يوتيوب ما تصورش تلقى وي وي كي توصل معناها نمبر معين نتاع نتاع في ما يرجعوا لك معناها عادي جدا معناها فهمت معناتها انفستيسمون تعرف اللي راهو الفلوس وي حتى ما يرجعش انا سدس فين المال معناها مش مشكل معناها فهمت المهم انا فرحت اللي عجبت العبيد لاول حاجه هذيك والناس كل تفاعلوا مع الاغنيه عجبتهم هذيك الحاجه اللي بيتيفو بعد كي رجع مرحبا ما رجعش عادي نورمال قدموا ديما نقدموا ديما ماستر سينا ذلي من لي رابور التوانسه اللي تنفستي على الكليب معناتها الكليب لازم جنرال انا اغنيه كليب اي حاجه استوديو معناها ديما جود كواليتي ميكس ماسترينج ديما جود كواليتي معناها هذيك لو ديما حاجه التوب معناتها ما تبخلش على الكليب خلينا نقولوا لا جمله مستحيل ما تبخلش على الكليب تشوف انه مهم ليماج باش نوصلوا لليماج لانه عندي معناتها في الحوار نتاعي باش نحكيوا على ليماج نتاعك كيفاش تبدلت من سنين لسنين حتى في اللوك في كل شيء اما مهم لليماج انه الكليب يكون مهم بيان سي اخي ديما اخي شوف قداش انت من العالم الكل يجم حتى امريكاني يشوفك حتى شينوا يشوفك معناه يشوف الكليب نتاعك حالك باش يشوف نور تونس معناه يقول لك شو تونس معناه عندهم جود كواليتي يخدموا بيها وكل شيء ليماج انا قلت تبدلت من اللي بديت لتو حتى في اللوك في الاغنيه زادت تبدلت الكاليتي نتاع الاغنيه ولا نقولوا نحن الموسيقى في حد ذاتها تبدلت خدمه استراتيجي فما اكيبا كامله تخدم معاك كيفاش ولا وحده ماستر سينا ذاك لا بيان سور عندي كيب كامله تحيه لهم الناس الكل واقفين معايا معناها وديما نحاولوا معناها نشوف شنو الموسيقى اللي ماشيه تندونس شنو اللي يعجب العباد ولا نخدموا مع باز هذاك كالما بعد شويه تو نسمعوا على اي اف ام عملت 9 ملايين مشاهده نذكر معناتها سيرتو اللي تو في تونس التندونس يوتيوب ماشيه وكتيح شويه صعيب توصل للشيفر توصل للشيفر معناها في جمعتين معناها تسمى حاجه واو فما رابوريت يلتشقوا الفيك فيوز انت يحطوا فلوس انت مستحيل اخذك باش تعمل فيك فيوز ولا حاجه من اول حاجه ما يدخلولكش فلوس من اليوتيوب تتبان حاجه يوتيوب يبلوكي لك الشين نتاعك تتبان معناها على حد شيء معناها اي موجود في تونس موجود منه اغنيه تعرفها ضربه تلقاها معناها بارتو معناها طلعت واول حاجه كي تبدا فيو كيف تقول انت فيك ولا حاجه الاغنيه مستحيل تطلع لك في التندونس ما تلقاهاش الجمله في التندونس كي تبدا فيها فيك فيوز بتبيع ما تطلعش حتى سبونسوريزي في بالي ما تمشيش للتندونس ما تمشيش للتندونس ديما تلقى في ما فما جمله في التندونس تلقى عامله برشا بي نحكيو شويه على لي بارول تو نتوما تروز ارتيست في الاغنيه في الكوبلي نتاعك تونسي 100% حطيت المره هذه اي حتى التونسي 100% باش نحكيو زاد اللي بون فما ايطاليان بيانو مش تونسي كلمتين خفيف جوست هذيك المعناه التوش نتاعي ديما لازم كلمتين بالايطاليان هذيك لازم من الكلمتين اللي التونس الكل يعرفوه هذا كالما بيانو يعطيك الصحه لازمك حاجات ديما زاد العباد معناها عندهم ديجا سهلك مش ينطقها تجي سهله على الاخر باش نحكيو على التغيير في لي بارول انك موليت تمشي ياسر في العربي اما باش نحكيو على لي بارول نتاع كالما حياتي استوار وانا مشيت بيانو شنو نجمو نعرفو حياتي استوار وانا مشيت بيانو شنو نجمو نعرفو على الاستوار نتاع ماستر سين استوار نتاع ماستر سين ما ارتيست صنع روحه وحده تعب برشا معناها في الكارير نتاعو في مسيرته معناها معيشته معناها جنرال مشيت صغير اللي كيف الناس كل تعرف مشيت حارق عمر 12 عام واستوار معناها تنجم تعمل منها
حكايتي معناها كنت تعملنا حتى فيلم على بيت كي تجيت استوار معناها عندك مش حاجه معناها فيك ولا حاجه كل شيء معناها موفق معناها قصه كامله ماستر سينا مشيت بيانو الحمد لله معناها وصلنا ولاباس وتوا بزنس في ميلان وجاونا ولا تمام من دار فذال بزنس اليوم بزنس في ميلان خرجنا من دار فذال حومتي تحيه ولاد حومتي الكل وتوا الحمد لله في ميلانو نعيش وجاونا احلى جو بزنس في ميلانو فما كان الموسيقى في حياه ماستر سينا لا الموسيقى هذيك حاجه ابار حاجه بار وحاجه تعجبني نعمل فيها خاطر بكل حب وكل خاطر حاجه نحبها على الاخر وكهو شنو هو البزنس الاخر بزنس عندنا عندي برشا فازيت برشا حاجات في في ايطاليا موفق خويا وربي يعينك هذيا الاكثر جمله اللي نحب نقف عليها بعيني ريت ناس في بياسه ضربوا برصاص اي صحيح هذيك كل شيء نقول كل صحيح مش بالغلط ريت عبيد صارت كاك برشا كايت قدامي شوفها معناها عادي معناها في ايطاليا عندنا حاجه عاديه معناها ايه عاديه كاي واحد يبدا عنده مع شكون يطير عليه ويتعدى دي ما تمشي معناها يتعدى سكوتير يطير عليه السلام عليك عشتها بالرسمي ريتها بعيني شفتها يعني. ايه حاجات هذوما تشافوا معناها تشافوا فما فرق حتى انا شفت قدامي مره بعدها معناها يصيروا قدامي يصيروا مش مره اثنين معناها عادي جدا معناها عادي جدا هو لانه لي رابور عندهم التعبير كما نقولوا في الفرنسي ليبربول معناتها يعني يكبر الحكايه لا لا فما عنديش انا كان جيت نحب نكبر نعمل لهم فيلم في غنياتي نبدا انا ديما حاجات معناها ريال حاجه ريال معناها صاروا يصيروا صاروا قدامي معناها قبل ما نخرج ونسمعوها الأغنية حكينا على الكولابوراسيون قلت تقريبا ماستر سينا نتصور لأنه ما حسبتش الرابور الأخرين ما أنت ذالي أكثر واحد كولابور في تونس في تونس أكثر واحد عملت كولابوراسيون مع أرتيست سويت مع مغربة أكثر أرتيست ساتيسفي بالكولابوراسيون الحمد لله والله أنا خاطر أنا نعمل كولابوراسيون أي. نعمل كولابوراسيون اللي بيتيف متاعي ديما نكبر الماكسيموم معناها البوبليك متاعي معناها يعرفوني ناس ما اكثر اخي علاش 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 واحد يعمل الكولابوراسيون مش كبر البوبليك متاعك باش الناس اكثر يعرفوك توصل صوتك الماكسيموم العباد عباد يوصلوا صوتك قبل ما نزيدو نحكيو على كولابوراسيون لي فيتورينغ بتبيعه اللي باش يعملهم ماستر سينا في المستقبل نسمعوا كلمه مع بعضنا على يفهم نسمعوا يلا توتسي ماستر سينا احلى راديو 9 ملايين مشاهده الماستر سينا اليوم ضيفنا حكينا على فيتورينغ حكينا على الموسيقى حكينا على كل شيء حكينا على لي بارول وحللناهم بشويه بشويه لي بارول اللي في الاغنيه ماستر سينا يقول راهو اللي نحكي فيه الكل في اغنيتي راهو فيكو عايش اكزامبل اول اغنيه في تيتر نتاعك لاندس سينا حكيت عليا معناها 100% 100% نحكي على حياتي في الاغنيه يعني الليجو تريب ما عندوش لا والله كي تجي فازا كي على نشوف فريمون معناها عاشتها العباد نورمال زاد حتى مع الشاشة انا من المهم مع شو العباد وحاجه ريال صارت شوف لي جاي لازم تعدت علي انا الحاجه هذيك معناتها تنجم تحكي حكايه نتاع عبد عاشرته ولا ريت قدام قلت أول مش أول مرة لكولابوراسيون ممكن من أكثر ليزارتيست اللي عمل دي كولابوراسيون في تونس استراتيجي ولا كما قلت أنت باش ننتشر بشوي بشوي استراتيجي ولزوز أي لزوز يعني استراتيجي متاع ماستر سينا تمشي في الفيتورينغ في الأكزامبل كيف فازة دي استراتيجي معناها مش تمس بها في السيف معناها تمتجم تلقى التيتري تو يدور بيان في الجزائر يدور في المغرب يدور في تونس يدور ساعة ساعة تعمل لهم 100% تونسي معناها فما برشا معناها ما يشدوش لغنا يحبوا كي تشوفوا حاجة ميكس هكاية شوية الجري شوية مغوك وواحد تونس معناها تعجبهم الفكرة يعني المهم يركزوا معها معناها التيتر الانتشار في المغرب العربي خلينا نقول المغرب العربي ان شاء الله زاد انترناسيونال بقدرة ربي ديجا فما مصر قريب فما فيتورينغ مع حمو بيكا الهدف نصوروا انتشار في مصر غاية في مصر اول مره في تورينغ مع مصر اول مره كولابوراسيون ان شاء الله كانت تمشي صحيحه مع مش الاخر زاد وقتاش ان شاء الله التيتر والله بقدره ربي في سبتمبر ان شاء الله سبتمبر التيتر يخرج يعني الاوبجكتيف تو ولا الانتشار عربيا خلينا نقولوا عربيا وانترناسيونال زاد مش كان في العربي تو معناه وزاد علاش لا في العام الجديد هذا وبعد سبتمبر ان شاء الله نعم عندها فازات معناها انترناسيونال قدرة ان شاء الله حكينا على الباروليت نتاع اغنيه كالما اللي نلاحظوه تو في ماستر سينا
اللي العربية وليت أكثر من الإيطاليان بعدنا شوية. مش أخولك عليش وليت معناها قبل نحط برشا إيطاليان وليت تو نقصت شوية على خاطر كي نطلع فوق الفستيفال واحد تلقى بارتي بالعربي غنوا معاك ويتفاعلوا معاك الناس كل كي يبدأ بالإيطاليان نعطيهم الحق أنا يعني معناها يقعد يغزرون معناها ما يجموش معناها ينطقوا معناها كوبلي كامل فهمت دونك لاحظتها مش مره من الزوز زرت برسك فيستيفالات تاع تونس الكل معناها وجربت الحاجه هذه كي قعدنا انا والكيب وكل قررنا معناها باش نكثروا عربي اكثر بلاش معناها كي تطلع فوق المسرح ولا في سواري بريفي ولا حاجة معناها الناس كل يتفاعلوا معاك يفهموك 100% فيش قاعد المساج اللي قاعد تحب توصله يعني استراتيجي للببليك هنقوله نحن للببليك باش الببليك يتفاعل أكثر بالتاليان نجم نغني غدوة بالتاليان نعمل الألبوم كله تاليان فهمت فما دي فيتورينج مع تلين فما دي فيتورينج مع تلين وعندي زادة مش عندي مش كثرت بالعربي عندي تو زادة تترويت مش يابتو فريسك الكل بالتاليان فهمتك شويه هكا وشويه كنفرح الناس الكل معناها ولاد بلاد في ايطاليا ما بعثكم عندي الببليك نتاعي زي تبعوني في ايطاليا وكل شيء لازم زاد منا سودس في الناس الكل هكا في السيف وواحد نكثر شويه في السيف نكثر شويه بالعربي خاطر على الامور التورني وفيستيفالات وفي الشتاء هكا نورمال زاد كثر ايطاليان ونورمال ولاد بلاد في بعثكم انت وغالي نتصور فما كونتاكت وي بيان سي غاي تحيه ليك قاعد يخدم منورنا في ايطاليا ما شاء الله عليه علي ما شفناش كولابوراسيون والله ما وتيتش ان شاء الله تجي كل شيء جيبه تبعته ما وتيتش تحكي فيه ما حكيناش كولابوراسيون قابلنا برشا مرات وما جاتش الحكايه نتاع كولابوراسيون لانه غالي منتشر جدا في ايطاليا بيك ستار خلينا نقولوا في 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 منورنا في ايطاليا تخمم في بروجي معاه معناتها انت عندك الرغبه بيان سي غاي نورمال علاش لا جي غني زوز توينس ما حاجه تنجح نبا معلق وي ملي فيتورينغ قلت مره معناتها نحب نعمل فيتورينغ مع لطفي بوشنيق قلت اي واحد معناه ما يقولش ليه معناه كي جي بروجي كي مع لطفي بوشنيق حتى واحد ما مش يقول ليه معناه مع سي لطفي بوشنيق نتصور يكون حاجه مزيانه برشا مع كرمني هو حاجه فرحتني برشا زاد نتصور اللحظه هذيك مع لطفي بوشنيق حاجه باهي في الكاريير نتاعو واحد حاجه سودس في معناها شفت تقول شو معناها بدينا من الصفر وشوف وين وصلنا عندك انت ايدول يعني في الـ في الـ في الفن مش عندي انا عند برشا عبيد معناها شكون معناها في تونس معناها عندي انا معناها توب نمبر 1 معناها في مور يتصنف ليجند في تونس لطفي بوشنيق معناها ما تقول فيه معناها وي مع جميلنا شاكر بسباس في اذاعه موزايق قلت كان نجيب سي لطفي بوشنيق نهزوا الستيل اخر في ستيل اخر العبيد مش مستنسى بيه اخي بيان سور اخي كانوا سامحني كان مش نعمل حاجه في كيفاش نعمل كولابوراسيون معاه ان شاء الله كيفاش نعمل اللي يعمل فيه ديجا معناها ما فهمش قوم انا العباد جاي يعرفوه بالسيله كي تجيب معاه وتجيب فكره جديده وفازه جديده العباد الكل معناها تفاجئهم هذاك الاوبجيكتيف نتاعي انا يعني. وين نجم نهزوا فنان كبير عظيم كيما لطفي بوشنيق والله ارتستيكمون بصوته تنجم تعمل ما شاء الله عليه تعمل اي بروجي معاه ما فهمش معناها ليميت عندي انا ما شاء الله يمشي حسبي انا معناها يمشي في كل شيء انت هكا كي تدورها في مخك ما تنجم معناها تعمل زومبي بتعمل معها حتى اغنيه هاوس عادي تمشي صحيحه على الاخر والله وي صوته ما شاء الله هو راهو عمل في لطفي بوشنيق عمل في تورينج في الميتال في الروك ميتال اكزومبل شكون قال معناها مش يعمل في اغنيه روك ما جيش على بال حد اما جا مشات صحيحه زاد هذيك وفي تورينج زاد مع رابور عمل مع اي لي في الباند اوريجينال نتاع كان يا ما كانش كان في الصوت معناتها في فيتورينج مع رابور هذيك بروف شفت كيفاش مشات زاد بالكدا دونك الحلم الماستر سينا انه فيتورينج مع مش حلم ما تسماش حلم كل شيء بوسيبل في العالم في الدنيا جربت كونتاكتيه ما كونتاكتيش معناه كل شيء معناه بوسيبل عندي بالك شي يسمع فينا سي لطفي بوشنيق ويكلمك يقول لك علاش ليه خويا مرحبا بيك على راسي يقول لك كيما يقول هو يقول لك مرحبا بيك قابلته انا في الدنيا معناها تخي جونتي ما شاء الله معناها فرح بيا انسان طيب جدا طيب جدا والعباد معناها بوجوها شفته معناها ما شاء الله توب فما شكون قال لي اللي قاعد يشوف فيك برشا في دبي الفتره الاخيره خدمه وين مشيت مع 5 و5 صورت زاد غادي انا في دبي
خدمة مشكلة للغنية تصور في دبي. ليه والله عندي صحابي برشا غديك وقت نعمل بوز نحب الرتا حكي نمشي نعمل طلع غديك ريلاكس وكذا. مش بروفيسيونيل ما فماش خدمة لأنه نشوفه في برشا فنانين قاعدين يمشيوا لدبي ويستقروا في دبي ويخدموا غديك مش نعرف مشروع نعرف. ليك والله جاتني برشا اقتراحات فلماما قاعد توا في ايطاليا في ميلانو غاديك عندي فازات وواحد ما نجمش نسيب كل شيء زاد ونبدا من الصفر في بلاصه اخرى جينا صعيبه شويه فهمت ما كان نمشي نعمل طلب بحث اصحابي وما تعرفش عدني اذا ما بلكش القدام ان شاء الله للانتشار عربيا ما تشوفش انه لازم واحد يستقر مثلا توا في دبي يشوف استوديو لابيل غاديك مش صحيح لازم تنتشر عربين كي تبدا حتى في الكونغو ولا في ليجيريا معناها موزيكا معناها توصل عندك عند تو السوشيال ميديا تلقى تيتر معناها جاي من الاخر الدنيا معناها مفرقع العالم الكل معناها مش صحيح. صحيح مش لازمك باش تنتشر عربي لازمك تقعد في تقعد في بلاصه وتهبط استوديو تنجم تخدم من كل بلاصه وتوصل صوتك. تحكي برشا على الانتشار عالميا وتقول راي باش تجي معناتها باش نوصلوا للانتشار. انا ديما نقول ما عندي ثقه في روحي وديما نقول بينتو ان شاء الله ما نوقفش ما نعيش معنا ديما نخدم حتى تجي بتنجي الانتشار مغاربيا تبارك الله معناتها ما بين المغرب الجزائر وتونس وليبيا يعرفوك الحمد لله يعرفوك عربيا ان شاء الله الانتشار باش يكون على قريب ديجا فما فيتورينغ مع فنان مهم حمو بيكا معروف والعباد تحبه انتشار عالميا كيفاش نكون الارتيست اللي هكا تقول لك والله تعرف نعم معاه ديو يفتق شكون هكا ارتيست في العالم تقول هذا مش هذا هو مش نقول نعمل معاه ديجا عملت معاه ايه وجوز باش نصور الكليب هكا خاطر بالكليب ما نهبط شيء عندك تيتر مع فنان عالمي وجا معناها وعندي زوز مش واحد شكون هو توجه بتبعاته ما ميسيرش قلنا واحد منهم فريش مونتانا اكزامبل عملت معاه عندك غنية مع فريش مونتانا عملت غنية وجورس مش تصور ان شاء الله قدرت ربي ان شاء الله اخوي ان شاء الله وقته ان شاء الله تصور بيانتو عنده تورنيه هو جا كنا ما بعدنا لحنا في مالتا ديجا فهمت وجا يخدم هو واستدعاني معناه حتى في اللايف متاعه وقعدت معاه معنا قعدت ايامات ما بعدنا في مالتا غديكا نكمل التورنيه نتاعي وخلي وقت ما تحب ركحوا يجي نمشي له نيويورك ان شاء الله غديك وركحوا الدنيا كل وقت ما شاء الله باهي برشا فرنش مونتانا نتصور ومعناتها انتشار كبير برشا لانه بيبليك كبير يتبع فيه شكون من اللي زارتي تيتر عنده حاضر عنده برشا قد ايه على فكره عنده تو بريسك قريب عامين تو موجه الكورونا وكل الكورونا وجات الدنيا واحد وما وتتش معناها فهمت وانا كانت عندي مشكله زاده كبيره في البال نتاعي معناها في الحمد لله مازال تفضلت لي ما عنديش برشا توا انا ولا رجعت ليبر وحدي دونك اي حاجه كنت عملت التيتر وقتها مع فرنش مونتانا معناها وقتها كنت هما معناها عندهم كل شيء معناها لي دروا وكل شيء فهمت دونك قعدت فضيت معاهم وتو الحمد لله تفضلت ورجع لي كل شيء 100% صارت قضيه وكل شيء باهي برشا وتو رجعت ليبر 100% معناها وحكيت معاه وبيدو خلي راهو بتينا وما صورنيش وكل شيء قلت له راهو فسرت الوضعيه خاطر ما في بالوش بين سيغ فهمت كنت قابلنا وفسرت له واحد قال لي انا معك على الاخر معناها خلي في ركح امورك نكمل التورنيه نتاعي هو تو في الاوروب قاعد يدور بطبيعه بسابت على الشين نتاعك اغنيتك انت بتحكي عربي ولا ايطاليان فيه عربي موجود العربي يعني. موجود ممتاز جدا فرنش مونتانا وماستر سينا ان شاء الله تيتر نسمعوه على قريب شكون من ليزارتيست دا اخرين تقول والله جي صوتي معاه معناتها ونجل... آه. والله فما في اللاتينو ان شاء الله فما زاد عمل ديجا واحده ديجا حاضره صورنا الكليب زاد في برشلونه مع واحد ارتيست اسمه دومينيكاتا وضرب على الاخر انترناسيونال زاد اسمه تشيمبالا بعد نوريك الكليب عندي في التليفون هذاك جا صورناه في برشلونه زاد مش يهبط وفما تحب في اللاتينو مالوما مثلا اي علاش ليه يا اخي كل شيء خد كي توصل تي انا فرنش مونتانا معناها تسمعنا من البيج ارتست انترناسيونال تو بيج ارتست انترناسيونال فرنش مونتانا معناها من التوب توب توب معناها توب 10 معناها موجودين تو في العالم فرنسا ليه لي رابور فرونسي فرنسا موجودين فما تو بريسك عندي ايامات كونتاكتيت ارتيست بنيه خاطر انا عملت
برسك ما عملش كولابوراسيون مع ارتيستويت بنات صحيح فهمت. موجود وكان موجود السؤال وتوا حرقت لي السؤال تو معناها جات الفرصه مع ارتيست فرونسيز معناها تعرفوا الناس كل معناها مروى لود اي مروى لود بيان سور تو توندونس راهي في فرنسا مروى لود وموزيكتها مسموع نسلم عليها بالتوفيق لها وانا قاعدين تو نحكوا معناها مع على كيفاش شنو مش كولابوراسيون كيفاش مش تصير وان شاء الله ربي يسهل هذاك زاد في الاوبجيكتيف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عملنا شيء ما مقدر تربي في الاوبجيكتيف ان شاء الله ان شاء الله موفق ونشوفوا ماستر سينا عندك لي كاليتي ولي زاتو الكل ان شاء الله باش تكون منتشر عالميا فما حاجه في كالما لي زارتيست تو اللي يعملوا تيزر معناتها يهبط شويه من الغناء ومن بعديك تهبط الغناء نحن ماستر سينا المره ذي قدرنا الناس الكل هنا ديريكت والله مش نقول لك هذه معناها فكرتي انا الناس الكل قالوا لي نهبط التيزر قلت لهم ليه قلت لهم مش نقدر ومش نهبطك هكا ديريكت مش يستنى حتى واحد معناها ريسك راه ريسك بيان سور والحمد لله تو في اللي جايين الكل مش نعمل لك هكا زيد ما تعرفش عليه النهار وما تعرفش ما تعرفش شيء ما عادش نهبط التيزر ما عادش نهبط شيء معناتها حاضر روحي نبدا كل شيء حاضر اللي كيب حاضرين هبطوا كهو معناتها نقولوا نحن ما فماش كومينيكاسيون اون امون ما فماش كومينيكاسيون قبل الغناء جمله ريسك راهو ماستر سينا ريسك كما نحب الريسك انا تحب الريسك حبك القوه هذيك نتاع الريسك وكل شيء تحب الريسك وزيد راه ولا زيد كي تعمل حاجه كل شيء كنت بتربي كي تبدا حاجه مقتنع بها وماشي صحيحه وخدمتها بيان وكل شيء معناها تبدا حاجه مزيانه سورتو تتسمع حاجه مزيانه تسمع يلا ترتيحه صغيره ونكملوا حوارنا ماستر سينا ضيفنا اليوم في لايف ستار حتى ال 15 اي اف ام لايف ستار مع يوسف البحري على اي اف ام احلى راديو الأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة على اف ام احلى راديوز في البحر مكمل معكم حتى للخمسة متاع العشية لايف ستار اليوم ضيفنا ماستر سينا حكينا بالقديه على الموسيقى برشا تعليق قاعدين يجيوا على الديو مع فريش مونتانا ان شاء الله على قريب يقول ماستر سينا اخترتنا به الحقيقه ما كنتش حاضر باش نسمع وريتك عاد شفت شويه فزيت شفت تو في التليفون خويا ويحكي لنا على فريش مونتانا قال لي راهو انسان متواضع جدا على الاخر تحيه ليك كريم ما شاء الله لاحظت حاجه قد ما يكون بيك قد ما يكون متواضع قد ما يكون متواضع برجو ليا ياسر ناس طيبة وانت زادة محليك وناس طيبة وانسان محلية برشا ماستر سينا جولتك في المهرجانات الصيفية كان عندك مع ايمن لسيق في سيدي بو مخلوف ما عنديش برشا عندها لترنتين لترنتين تحية للناس الجهة الكل هذيك فرحوا بينا على الاخر وتعدت سواري توب باهي برشا جالي دوزيام فوا نمشي بحذاهم معناها ما شاء الله ديما فرحوا بيا مع اكثر وان شاء الله نعاود نرجع بحذاهم باهي برشا فما نهار السبت في جيبس اي في جيبس ان شاء الله نهار السبت في جيبس من بعد فما جولة بعد عندي نفس الليلة عندي في جربة زاد من جيبس الجربة نفس الليلة وبعديك فما عروض أخرى برشا عروض يلقاهم برشا. عندك أنت في الباج تلقى كل نهبط نهبط كل مرة نهبط لدات الكل عملت كارتاج أما تطمح نتصور السهرية ماستر سينا فقط معناتها في اللافيش في كارتاج بيان سيغ إن شاء الله علاش لا يا ربي سهل أنا قاعدين نخدمه مازال بكري عليها توا والله مازال بكري إن شاء الله نعرف شو يحب أنا ماستر سينا رايح العام الجاي إن شاء الله يحب مهرجان كارتاج مع سيربريز فريش مونتانا يدخل سيرسيت والله نقول لك حاجة كان انا فاسيل نكلمه يجي ديريكت وحكيته معاه ويحب يجي على الاخر لتونس اما لازم الاورغانيزاسيون ولازم كاشي نتاعو ولازم معناها كان نلقى شكون فريمون معناها يعملها يقف معايا ريسبونسابل معناها في فازيت برشا شوا فازيت معناها يجي فاسيل مو معناها باهي برشا نكلمه هو جا قلت له ما عمركم جيت التونس وفهمت هو برسك في المغرب مش كان المغرب بلاده قال لي علاش ليه ربي سيال قال لي عملوا شوف لنا فازه كاين مزيانه وواحد اما هو
حسب رايك تعملوا في قرطاج تمشي ما شاء الله تمشي صحيحه على الاخر. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك معاه ان شاء الله انت تجيبوا ضيف فريش مونتانا ان شاء الله. التونس قاعد تبع في النجاحات نتاع بلتي في المهرجانات تبارك الله براتيكمون كومبلي في المهرجانات الكل اللي قاعد يعمل فيهم وقاعدين نشوفوا برشا من السين راب تو ولات في المهرجانات اللي ما كانش قبل. تشوف حاجه باهيه للسين راب حاجه تفرح حاجه تفرح برشا ويعطي كوراج معناها الارتيستات الكل معناها ويطمحوا معناها مش يكملوا في خدمتهم وكيف معناها وصل هو يوصلوا الناس الكل معناها المهم هذاك اللي وصل له بلطي معناها ما شاء الله عليه معناها خدمه معناها خدم معناها ويستحق معناها صراحه معناها تحسوا هز السين راب في تونس بلطي هو اللي هزها ما تنساش راه بلطي سنين ربي معناها خدم عليها الحكايه دي ما جاش البارح معناها مش نحكي على بلطي معناها خدم وحمد الله فرحانه برشا وسدس فيه معناه اللي حاسب راي اللي هو سدس فيه على الاخر معناه قولك تعبت وخدمت ما هو معناه الريزولتا معناه تعتبر انه احسن في تورينج عملته مع بلتي كلانديستينو بياسيغ مش احسن الناس اللي خدمت معهم الحمد لله الكل باهين وكل كانوا ديسبونيبل وكل معناها عملت معاهم معناها قعدت عديت معاهم ايامات حلوه معناها حدا في تورناج نتاع كليب اللي عم خدمت فنيا معاهم فنيا مش فنيا مش فنيا ما نحكوش فنيا احنا نحكو معناها هيومنمون بيان سور فهمت انا كيك انا قبل ما يكون فنيا نشوف الشخص شنو هو معناها شنو طبيعته شنو كل شيء نجم حتى انه اللي كواحد يبدا سافابا نجم انه اللي بروجي ما نعملش معاه اما كلانديستينو اغنيه او الاغنيه في الكاريير هذيك بيان سور ترشقت الاغنيه ديما تقعد هذيك ديما تقعد معناها ديما تقعد له واحد توت لافي معناها جديد على قريب سمره وقتاش الكليب وقتاش والله مشكله حاضره الاغنيه جوس قاعدين هو يتورني في بلاصه وانا كل مره في بلاصه وبالي باش نصوروا جماعة هذه انا يجوني لي دات بروفيز يكلموني يقول لك عندك غدوه عندك الدات الفلانيه ولا غير هو كيف قاعدين جوست واقفين توا في بالنا باش نصوروا الجمعه ذي وقفنا جوست على 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 الخدمه وكها وخاطر يجيك خدمه ما تجمش تقول ليها فهمت وانا مش هربين على بعضنا التيتر حاضر قاعد جوست باش يتصور وكها باهي برش خمسه وخميس عليك ماستر سينا وان شاء الله ديما في النجاحات شكرا ليك شرفتني اللي كنت بحذاك انا فرحان برش اخويا اللي جيت بحذاك وان شاء الله نجيب ينتوب حذاك بجديد يا ربي ان شاء الله على القريب ان شاء الله واحلى تحيه اي اف ام والببليك اللي يسمع فينا الكل وميرسي على الانفيتاسيون شكرا ليك خمسه وخميس ماستر سينا نحن نتقابلوا غدا نفس التوقيت من الاربعه للخمسه لايف ستار باي باي تشاو